السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي ناخد سيكشن في برنامج نفس وركس بحيث ان احنا نعرض الشغل بتاعنا. على سبيل المثال هقول له enable sections، اهوت بيديني اختيارين، لا اما بلان لا اما بوكس. نقدر نتحكم فيهم بان احنا نفعل الموف هنا ونبدا نتحكم فيها. بلان انا ممكن اعمل اكتر من سيكشن، يعني سيكشن من فوق سيكشن من تحت وهكذا. طيب خلينا نبدا بسيكشن واحد. ان انا هبدا اعمل سيكشن اهوت، اقدر اطلع اقدر انزل، فاقدر اشوف الشغل اللي هو فوق السيلينج بالظبط، واقدر انزل اشوف الشغل اللي تحت السيلينج بالصوره الجديده. ممكن اقول له انا عايز سيكشن تاني، تمام. السيكشن ده طبعا مش من البوتوم، انا خليها مثلا من الفرونت، فاقدر اتحكم فيها بالشكل ده. طيب عايز اغير الزاويه، هقول له روتيت واغير الزاويه بالشكل ده، موف ابدا اتحكم فيها بالشكل ده. طيب انا عايز سيكشن على حته معينه، وممكن تكون الحته دي مايله، هقول له align to surface، واروح اقول له مثلا عايز سيكشن في الحته دي، فيبدا يعمل لي سيكشن في المكان اللي انا عايزه. ممكن اقول له align to view، الفيو اللي انا فيه هيقطع لي سيكشن فيه بالشكل دوت حسب الزاويه اللي انا بص عليها. ممكن اقول له align to line، يبقى في خط معين واخليه هو يعمل على الخط دوت. align to surface يبقى عندي surface، واقول له خد سيكشن على السيرفيس ديت، يعني align to surface اهي، وراح مختار عنصر زي كده فيبدا يعملها على الضغط دوت. عايز تلغي السكشن بتلغي انيبل سكشن، فيرجع البند كله بدون اي قطع او بدون اي حاجه خالص.